يا تونا. في إحدى محافظات تركيا الهادئة البعيدة عن الصخب ولد أونور تونا، عاشقة الحياة والجمال والموسيقى التي كانت صديق مقرب له، بل حبيبته ومعشوقته التي لا يبعد عنها، وجعله حبه للموسيقى يشارك طوال فترات الدراسة في حفلات وعروض المدرسة الموسيقية، وبعد ذلك التحق بمعهد الموسيقى بتركيا ليدرس الموسيقى وأيضاً يدخل قسم أصوات. وبعد تخرجه عمل أونور تونا في مجال الموسيقى والعزف إلى جانب الغناء، كما اقتحم مجال عروض الأزياء ليصبح من أهم المودلز خلال فترة قليلة، واستمر فيه لمدة اقتربت من 4 سنوات. ولأنه طوال الوقت يبحث عن الجديد وينمي من مواهبه، فدخل مجال التمثيل ليظهر على الشاشة لأول مرة في عام 2011 من خلال مسلسل الحياة تستمر. امتلك أونور بنية جسمانية رياضية وقوام ممشوق جعله يصبح نموذجاً مثالياً للبطل، وهو ما جعل المخرجين يقدموه في أدوار عديدة متنوعة ما بين الأكشن والرومانسي والاجتماعي. وأنجح أونور في معظم أعماله نجاحاً فاق نجاحه في مجال الموسيقى والغناء، بل اعتبر البعض أن موهبته الأولى هي التمثيل. ومن أهم أعماله كان قلب شجاع، التفاحة المحرمة، وعلى شاشة السينما قدم مشكلة صغيرة والرومانسية الثقيلة. So thank you.